مشاهدي ومتابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. انتم كتشوفوا عدد من الشابات في مقتبل العمر كيقوموا بالبحث عن الباحثين عن اللذة الجنسية الليلية او ربما ضحايا الليل. هنا شارع أوفا بوسط مدينة الدار البيضاء، الدائرة كانت اختفت من هذا الشارع لعدة أشهر. الغريب أنها عادت قبل أيام. ما هو السبب؟ عموما اكيد المصالح الامنيه بما تقول تكون غادي تدخل على الخط ديال